لان الطريقه بتعتمد على الافراد. انا لما اجي لاعب واحد زي مجدي قفشه في مركز الجناح اليمين هقلل من قدراته كتير جدا، لان مجدي قفشه مش لعيب اطراف، طرف ده بيروحوا في لعبه في جزء من وقت من اللقاء، لكن مش اساس لعب. ليه؟ لان الجناح ده لازم يرجع يدافع مع الظهير في الطرق الجديده كلها. أيوة. لانك معظم الفرق بتلعب باجنحه، فكتير جدا الظهير بيخش عشان يقفل جوه في العمق، فلازم الجناح هو اللي يروح يقفل كباك رايت او باك شمال. مجدي قفشه ما عندوش القدره ان كل شويه يرجع تحت عند هاني ومحمد فتحي ويزيد تاني، مش اسلوب لعبه. فهو كان تملي بيلعب في الوقت الاخير، كان بيلعب ناحيه اليمين، ابتدى الراجل يرجعه تاني تحت راس الحربه اللي هو المكان الطبيعي بتاعه، لان هو تحركاته اكتر قصيره وفي المناطق اللي بتبقى خلف الـ طب انا عايزك كابتن هو بيعرف يسيطر. الراجل ابتدى يرجع للطريقه اللي انت شخصيا شايف الطريقه الانسب في ظل المقدمات دي اللي نلعب بيها ماتش الوداد، وحط لنا تشكيله كابتن اسامه. ما انا دلوقتي انا قلت طبعا ان اساسا في طريقه ثابته اللي هي 4-2-3-1، هو لعب بيها الثلاث ماتشات اللي فاتوا. تمام. لكن احنا احيانا كنا لما نيجي نلعب في مباريات خارجيه قويه بنلعب 3 ارتكاز. تمام. يعني زي ما مستر فايلر كان فكر في مباراه الزمالك ولعب بفتحي وديانج والسوليه، خليها 4-3-2-1. على فكره ممكن كانت تنجح جدا، بس هي اللعيبه يوميها ما كانتش موفقه، وكان هو كمان بيلعب قفشه ناحيه اليمين كمان. فبقت صعبه. احنا احيانا بنلعب كده، بنلعب 4-3-2-1. يعني في ماتشات كتيره خضناها بره ملعبنا، سواء واحنا بنلعب كلاعيبه او وانا مثلا في الجهاز الفني للنادي الاهلي، ماتشات كتيرة عملناها كده. فالطريقتين موجودين، لكن بالشكل اللي الراجل مسك بيه اعتقد انه يلعب طبيعي ولكن ياخد تعليمات. هي دي بقى، هو ده بقى الفرق. انك الطريقه باخد بقى تعليمات، مثلا ان اللعيب الوسط التالت ده اذا كان مجدي قفشه ازاي يقفل مع الاثنين الارتكاز، اذا كانوا السوليه او ديانج او حمدي وديانج او السوليه ايا كان، وازاي الاجنحه بتقفل عشان يبقوا 4-5-1. يعني بدل ما تبقى 4-2-3-1 في وقت بتبقى 4-5-1، وساعات بتبقى يعني 4-6 كمان، يعني او 6-3 وبعدين 1 في لما الجناحين بيرجعوا. فهي دي بقى الحاجات اللي بتتغير جوه الطريقه. لكن انا بتكلم على انه الاساس 4-2-3-1 هو لعب بيها ثلاث ماتشات اللي فاتوا. تشكيله كابتن اسامه، التشكيل الاقرب طبعا الشناوي ان شاء الله لو جاهز. هو شناوي بالنسبه لنا امان في حراسه. انا هقول لك، هو لاعب هاني مساك في ماتش الانبي، ولاعب فتحي، لاعب فتحي شمال لانه علي معلول مش موجود، مظبوط، ووحيد مصاب. ايوه. وفتحي عنده قدرات دفاعيه جيده، وبعدين لاعب حمدي فتحي وياسر ابراهيم امبارح في ماتش. ليه هو بيعمل في قلب الدفاع دي؟ عشان انت عندك مشاكل في قلب الدفاع. قلب الدفاع اللي عندك السليم ياسر وأيمن أشرف. إن شاء الله نتمنى أيمن إن شاء الله. وأيمن أشرف دول الوحيدين الباقيين كلهم مصابين، فهو عشان كده جرب هاني في المكان ده، لأنه هاني لعب فترات مساك، ولعب فتحي أحيانا مساك، وحمدي فتحي لعب في إنبي مساك، فهو جرب حمدي فتحي وهاني على أساس إنه ممكن يحصل أي ظروف فيلجأ لكده، لكن الطبيعي إنه يلعب ايمن اشرف لو سليم و ان شاء الله سليم. يعني احنا معلوماتنا بتقول انه ايمن وياسر هيبتدوا، وياسر على اساس ان هم اللي بيلعبوا. أيوة. على طول في قلب الدفاع. وعندك الـ علي معلول طبعا اكيد هيرجع، فاكيد هيلعب ناحيه الطرف. هي هو الاختيار هيبقى بين احمد فتحي وهاني، محمد هاني في الظهير الايمن. ده اقرب حاجه لل هاني. هو لو ايمن لا قدر الله ما جهزش، غالبا محمد هاني هيبقى سيت باك وفتحي يروح ناحيه يمين. ما انا عشان كده بقول لك هو جرب. يعني في ناس استغربت يوم ماتش المقاولين ليه محمد هاني بيلعب في القلب والعرب بدر بيلعب باك رايت. هو لعب هاني عشان يشوفه في المكان ده، لان هو ما يعرفش ان هاني بيلعب مساك. دي اكيد اتقالت من سامي قمصان وسيد عبد هو في لعيبه بقت قماشه ثانيه مع موسيماني الحقيقه. يعني يعني تحس ان الراجل لما جه مش بس الفرقه اللي شمت نفسها، ده في اسماء بعينها يعني بقت قماشه تانية، زي محمد هاني الحقيقه عامل ثلاث ماتشات بصراحه سوبر. ماشي كويس. الماتش الاخير الاخير فتحي وهاني شغالين بشكل كويس جدا، رغم ان الضغط كبير كان عليهم. طيب. من الاجنحه بتاعت بيراميدز.
بعد كده طبعا إليو ديانج نجم اللقاء الفات، والسوليه دول اساس طبعا. كهربا اتعور قدام، هيبقى في الغالب الشحات اجايه قفشه، وقدام باجي لا ما كهربا يقال احتمال يعني لو جاهز ممكن يبدا يعني.